السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام انتهين لما اخيارتها اشترفت عليه ما كستو جوكتان وحندوريا ان شاء الله ما انت انان كحضو ولينا كما حضين انان كحضنا مكر ما ندونين لكن مركي انا كي لواتف ربضا يعقوبة هكاس كسو سعود يانتا معينان كهالله تاساني وكل افتنى ما تقان هكذا صفر السو نعان كهالله برامج كان دوني إنا إذن لو ذاب هذا برامج كم حكو ساب سنية هاي وحاو كو ساب سنية هاي إنا كيارك إبريا صوبة حاي لو ذا هاس صوب قاضي لي رادو سعودال مجيس عايد كل واشر مارك سان مغلي إنا كاسي ريم مغدو شوي هكذا صوبة حاي كل هسه رابه يمتغنى يو سميا كما هل لنو ما انت عمقا ان هستيسة ويفي عانتا اي ما في عنا اي فانك اما قلمي وقلما انت بكا هل لمنو اي واحا ان كا هل ليه وحوي هاي ننكن الهي با متغنى اومي سيبان الله اومي كيفيت وانا كو قرع سيه اومي تانكا الهي سيدو اومي وكو قرع سيها غوف مطغانا مانتا كادا غارسان اما ديدا ما اهم ما بديدي كرو ديوح إلهي كو او ريوي مركا ساس ان ليح وحا ان براها بلشادة ان كو ارك داد بدن او اسكو اكي سينا يا سيدا مطغانا اساقا او يح هوا اسكو اكي سيان اكي شها اكي شها ديبا مالحاني وحي كو عيبين يين اما عيب وقد دقيين ان ابوركي الهي كل يوم اركي يوم متقنين لها قلو عين ايو كل يوم يكنا يساق متقنين هذه الهي متقنين ما دوري الهي متقنين او دوري ان متقنين ليسا تروي يسا متقنين ايهين ونكو قنع سيني داد بدن با متقنين براها بلشده ونيو قبل ما هو بدنا دانا يوم متقنين سوقلي يوم متقنين لها ان كلا قدين ايو او اسكتلي ايو سيدي قف متقنين ان محلها إن ديس تحوي السما تغنى إيهين أما ما تغنى إزدوه مرسيني داد كا إياق إيه يعني حالك الدحايا أنا قو أوليبا أصو قادان إيوه دعضا حتى كهر دعضي هنا صاحبان هاينا كور دعضي وحقيقة إيه دعضا سي وحا أي كسال لهيد وحا يشري معلن دكسو قرآن أه قرآن كنبري يشري حقيقة بين كمشي بي أنا تأيضا أرهم دعضي أو شرتين أهد معلنكا لقبو جيسكا ها أو أكودك يجري ويل كميدا أرضيدا يا مركا مركستا وحا أمتلي جري إنو سكاد لغا سيدا معلنكا سوا حاكسا هكوبيو ومتغالا سيدا معلنكا ساعود عاي أركسا حليغا عروت إيا قريها إيا دونتان إيا حليغا كلاي مغالي لتشوغبو سيدا معلنكا ومتغالا سكاد لغا وحاد على مكة هبين هبين هذا كم إذا مكة واجو أو بري إن الأركي ويل كلوك تسي أو قلعة صحيح مصاب حي المطر سيد معلك يوم ترى أنا يوسع عليها اختبر لجي وحاد يروح على مكة منكر ما هذا مال الله مري وروح على مكة منكر وحنون أهنا كم هيسو وحنون أهنا كم هيسو لكن محاوي وعقوبة يا متخانا يا كسر بحذي وكجرب صديقك أيده إيه معلكي وحبري أنا قاعد إذا ملهي مو هالسعدال ومعلم يعقوة أصير كتم يعني كده عادي بس سوى حق كده عادي وحق ويه ما كي قف كان ولد جعله أما متخانا ووقفه مخلوقات كإلهي يصير قف كان إلهي وأمي ده كاس عقوة متخانا كرت مسو بري واحد أركيسا إنك مركي وحلا يا أما وشيء كاني إن هكاس لو أوري محوها شوب بدل لو أوري إن شكل اللي يجري ما تغناي أورد الله إن ما تغناي عقدت لو بيري يا ما تغناي يا دري مسا نكن سجى ما دوراني لكن هو إله الدور مركا مركا استو وسافر استو حولي يعني سيدن إله بقى أوري تبقى سوكي متليو تبقى عينيو تبقى إني يجبينيو يو واحد لامي ده
marka dadka iyaga ah ma fiicno qof bila aadan ah kula mid ah in aad dulmiso ma fiicno waxaan idinka loo geysanayna waa dulmi cad oo mataqaanaa bannaanka yaala wey oo geed lagu soo kabanay maxaan ula jeednaa dee waxaa shaki la gelinayaa abuuraddii alle iyo wiilka sidii ilaah u abuuray kuma haysan heesta uu qaaday oo qof kastaba mataqaanaa wuu istijaabin karaa qof cod fiican iyo qof aan cod fiicnaanba way jiraan fanaaniin badan oo hadda fanka ku jira oo heese qaado faladegan mataqaanaya fanka yaa ku jira lo jira faladegan waa fanaan marka inagu kuma haysanno heesaha uu qaaday iyo baakii midna laakiin waxaan diidannahay wuxuu yahay in la dulmiyo inankan yarka ah wuxuu sheegay in uu u soo galay amaba caanima u raadinayay in mataa noloshiisan inuu wax ka bedelo in noloshiisan inuu wax ka bedelo yuu mataqaanaa yuu rabay inuu ka shaqaysta youtube iyo facebook laakiin markuu ka shaqaysanayo qof waa in marka hore uu caan inuu noqdo oo dadka mataqaana ay bartaan si ay dadka ay u bartaan marka waa in uu la imaado xirfad ka duwan kuwii dad kale mataqaana ay la imaadeen xirfaddan waxay la gashay inuu yidhaahdo makhaayadaan ku dhex qadeynaa iyo waan wasakheynaa iyo wax la mid ah in uu dhaho dadkii marka intii ay ka falcelin lahaayeen heesta iyo qaabka u qaaday iyo wixigii yaa waxay ku mashquuleen in uunka ilaahay mataqaana marka ay la farageliyo in inankii cuqdad lagu beero hadda heer wuxuu taagan yahay uu mataqaana ka dhex baxo soomaalinimadii dad badan oo sidaas oo kale mataqaana loo galayna mataqaana way jiraan oo naqaano oo ku dhihi aniga saas ma ihi ma anigoo sidan ah sidan ma ihi waayo waxaa ku batay hadalladii dadka ay dhahayeen yaa mataqaana ku batay markasta oo hadallada ay dadka kugu bataanna shoog badan bay mataqaana ayay kugu abuurayaan tusaale udhowan ku siin karaa wuxuu yahay adiga maanta haddii udhow waad waalan tahay lagaa tago beri mid kale ku ima waa waalan tahay berida mid kale ku ima waa waalan tahay waxay xaqiiqsanaysaa inaad waalan tahay inaad waalan tahay waa iska dhaadhicin marka caay u qaadanaysaa marka iyada marka hadda inankan waxaa laga dhaadhiciyey in uusan han in uusan lahayn waxaa laga dhaadhiciyey in abuurkan sidii ilaahay u umay inay khaldan tahay waxaa wax badan oo khaldan baa mataqaana yaa la fahansiiyey wax haboonna ma aha intii garab lagu siin lahaa noloshiisa inuu wax ka bedelo oo la dhihi lahaa warniyow hor u soco laakiin iska daa heesahan kuma fiicnide iyo wixii lamida laga waanin lahaa yaa lagu sii wadaa marka in god iyo baakii mataqaana laga sii riday marka soomaalidu arrintaasina aada bay mataqaana ugu badan tahay bombuuninta iyo dadka in la bahdilana way ku badan tahay haddii qofkan isa soo saaray isaga uu socdo doonayo in mataqaana nolosi wax ka bedelo walaal ku taageera maxaad u bahdili marka walaale ninkan mataqaana yeerkan wiilka yeerka dhallinyarada ah yaa la dulminin ee mataqaana garab ha loo noqdo waa mahadsan tihiin intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkan intaan midkan kan xukulmayno nabadgelyo.